على بركة الله متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله يومكم باليمن والبركات. مباشر جديد من مدينة أبي جعدة وبالضبط أحد المشاتل وهو مشى الأرض الخير. كيف تلاحظوا صاحب المشتل يرحب بجميع الزوار ديالو فيقول لكم مرحبا في مشى الارض الخير، اللي بغى شي حاجه كل شيء موجود فمرحبا بكم، ثمن مناسب. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام ونحن الان كما قلت نقول لكم اجواء ديال بعض المشاتيل او بعض المباشرات من مدينه ابي الجعد، ونحن الان قناه شوف تيفي حطت الرحال عند مشى الارض الخير. كيف تلاحظوا كل الاشجار والورود اغلى اكليل ديال الورد ديال 100 درهم، فمرحبا بكم جل متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على اقليم خريبكا او على مدينه ابي الجعد. صاحب المشتل يقول لكم فمرحبا بكم في مشتل ارض الخير. قناه شوف تيفي ستقوم بزياره او بجوله في هذا المشتل ديال ارض الخير. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشتل ارض الخير، الورود او اكليل من الورد تيقول لكم مول المشتل. مرحبا بكم، اللي بغيتوها موجوده في هذا المشتل. غادي تكون واحد الزياره كيف تلاحظوا، فارحب بجميع متتبعي مشاهدينا الكرام. تنتمنى منكم بارطاجيو معنا المباشر، لاننا اليوم عند احد المشاتل بالمدينه وهو يقع في حي المجيدي قرب مدرسه الحره ديال المهندس مدرسه حماد يوسف. تيقول لكم صاحب المشتل فمرحبا بكم. كيف تلاحظوا هنا اجواء ولا اروع، فمرحبا بكم بجميع متتبعي مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. اجواء هذا الصباح مدينه ابي الجعد جو مشمس، جو فيه شويه ديال الغمام، على ما اظن غتكون امطار الخير تهم على مدينه ابي الجعد مدينه الشرفاء. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام فمرحبا بكم في مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. كيف تلاحظوا اشجار متنوعه، ورود، الكل اي حاجه بغيتوها الا هو موجوده في مشتل ارض الخير. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، ونحن الان كما قلت نوثق لكم بالصوت والصوره اجواء ديال مشتل ارض الخير. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، نقول لكم بالصوت والصوره اجواء ديال مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد مدينه الشرفاء مدينه الزاويه الشرقاويه. فمرحبا بكم مول المشتل، تيقول لكم مرحبا بالجمعيات، مرحبا بجميع المدارس اللي بغى يجيبوا الاطفال يديروا دوره او يجيو يشوفوا مشتل ارض الخير. تيقول لكم مرحبا بكم في مشتل ارض الخير. كيف تلاحظوا الابواب ديالو مفتوحه طيله الاسبوع، ديما الباب مفتوح اللي بغى يجيب دوره يشوف فمرحبا به. كيف تلاحظوا ونحن كما قلت متتبعي مشاهدي الكرام اضطرينا نديروا هذا المباشر من هذا المشتل لان الجو او المكان رائع. كيف تلاحظوا متتبعي جيو على الاقل غيكون متنفس الوحيد ديال المدينه، جيبوا وليداتكم غير شوفوا، حتى ما بغيتوش تشري ولا ما بغيتوش ديروا شي حاجه جيو غير شوفوا. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، ونحن كما قلت نقول لكم بالصوت والصوره اجواء ديال مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. جل ديال الاشجار كاينه، جل ديال الاشجار اللي بغيتوها كاينه في مشتل ارض الخير في مدينه ابي الجعد قرب مدرسه. السلام عليكم، كي داير اسيدي؟ هنا مكان ديال الورود كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. صاحب المشتل تيقول لكم مرحبا بكم، اللي بغى يجي غير يشوف يجي مرحبا به. الباب ديال المشتل مفتوح في وجه جل ساكنه مدينه ابي الجعد، جل زوار ديال ارض مدينه ابي الجعد ارض الزاويه الشرقاويه. كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام هذو هما اكليلات ديال الورود، اغلى اكليل داير 100 درهم. كيف تلاحظوا هذوما الاشجار، اشجار مثمره، فمرحبا بكم. تيقول لكم صاحب المشتل مرحبا بكم، اللي بغى يجي مرحبا به في مدينه ابي الجعد مدينه الشرفاء، او مرحبا به في مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. غادي نتوجهوا عند هذوما الاشجار ديال الليمون، ثمن مناسب، فمرحبا بكم، زيروا جيو زوروا مشتل ارض الخير. كل الاشجار موجوده، ورود، اشجار الزيتون، الرمان، كل شيء موجود، فمرحبا بكم متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. هنا كيف تلاحظوا اشجار الرمان،
تيقول لكم مرحبا بكم في مشتل ارض الخير. صاحب المشتل قال لك مفتوح الابواب ديال المشتل عند كل زوار ديال الارض الزاويه الشرقويه ارض مدينه ابي الجعد. كيف تلاحظوا قناه شو تي في حطت الرحال كما قلت متتبعي ومشاهدي الكرام عند مشتل ارض الخير قرب مدرسه الحره او مدرسه ديال المهندس. فتيرحب جميع الزوار ديال المشتل، تيقول لكم مرحبا بكم، اللي بغى يجي مرحبا به في مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. هنا جميع الاشجار موجوده، جميع الاشجار لا المثمره ولا العاديه موجوده في مشتل ارض الخير. والجو هذا الصباح جو غائم، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون امطار خيرتهم على ارض مدينه ابي الجعد ارض الزاويه الشرقاويه او على المملكه المغربيه، امطار الرحمه والمغفره للامطار اللي توحشناها لمده ازيد من 5 سنين، والامطار تنقص في المنطقه وكثيره هذه المنطقات الوسطى ديال جهه بني ملال خنيفره. الحاجه الوحيده اللي عندهم هما الفلاحه، تيعتمدوا على الفلاحه لهذه المناطق الوسطى. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون امطار الخير تهم على جل المملكه المغربيه بالرحمه والمغفره وطول العمر لجميع اهالي المملكه المغربيه. والموضوع ديالنا هو ان اليوم حطينا الرحال باحد مشاتل وهو مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد اللي غادي تشاهدوا معنا جل الاشجار المثمره كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. ونحن كما قلت ننقل لكم بالصوت والصوره اجواء ديال هذا المشتل او بعض الاشجار المثمره ديال هذا المشتل. فمرحبا بكم، صاحب المشتل تيقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بجميع الجمعيات، مرحبا بجميع المدارس في مدينه ابي الجعد اللي بغى يجيب الابناء او الوليدات يديروا زياره للمشتل فمرحبا بكم. اجواء رائعه في هذا المشتل، فبصيفتي ارحب بجميع زوار هذا المشتل فمرحبا بكم في مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. مشتل كل شيء فيه اللي بغيتوه موجوده، اشجار مثمره وورود كل شيء موجود فيه فمرحبا بكم. وصاحب المشتل يرحب بجميع الزوار ديال مشتل ارض الخير، تيقول لكم لا الجمعيات لا المدارس لا البريفي ولا لا الخاصه ولا العموميه مرحبا بكم. اللي بغى يجيبوا الوليدات تكون واحد الزياره للمشتل يتعرفوا على الاشجار يتعرفوا على كل شيء فتيقول لكم مرحبا بكم. أجدد الترحام من التحق بنا اللحظة متتبعي مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. نحن ننقل لكم أجواء ديال مشتل أرض الخير من مدينة أبي الجعد. باقي خويا داك الطوس مرحبا بك خويا منير واك مرحبا بك. باقي الطوس غادي نتوجه ليه غادي تشوف يا الطوس مازال باقي هنا. أجدد الترحام من التحق بنا اللحظة متتبعي مشاهدي الكرام اللي تيسول على الطوس راه مازال، حنا غادي نوجهوا الكاميرا عند هذا الطوس فمرحبا بكم جميع متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. ونحن كما قلت ننقل لكم اجواء ديال مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. صاحب المشتل تيقول لكم مرحبا بكم كيف تلاحظوا متتبعي مشاهدينا الكرام هذوما الطوس مازال. تيقول لكم صاحب المشتل اي مدرسه او اي جمعيه مرحبا بها في مشتل ارض الخير، تيقول لكم اللي بغى يجي مرحبا به. الابواب ديال المشتل مفتوحه في وجه العموم في وجه كل زائري للمشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. احنا نداء تنوجهوا للناس مسؤولين ديال المدارس يجيبوا على الاقل الوليدات يديروا واحد الزياره في المشتل اشوفوهم وريو لهم الاشجار وريو لهم اشجار مثمره فمرحبا بكم. كيف تيقول صاحب المشتل جل ابواب المشتل مفتوحه في وجه جل زوار ارض الزاويه الشرقويه ارض مدينه ابي الجعد فمرحبا بكم في مشتل ارض الخير اللي يقع في حي المجيدي قرب مدرسة الحرة ديال حمد يوسف فمرحبا بكم. اللي بغى يجي يشوف على الأقل يجيب على واحد الدورة مرحبا به، كيشري كي ما يشريش فمرحبا به.
كيف تلاحظوا هذو هما الطاوس اللي تقول عليهم سيمونير واك. مرحبا بك خويا منير، تحيه ليك. غادي يكون سيمونير هذا احد الاصدقاء ديالي اللي ما عرفتش هذا منير واك. شكرا اخي على التعاليق ديالك، شكرا على المشاهده ديالك، شكرا على كل من يشاهد معنا هذا المباشر من مشتل ارض الخير مدينه ابي الجعد. صاحب المشتل يرحب بجميع الزوار ديال ارض مدينه ابي الجعد، ارض الزاويه الشرقاويه، فمرحبا بكم. كيف تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام، جل كل شيء ديال الاشجار موجوده، للليمون للخروب للقرقاع للرمان الدرق الكرم، كل موجودين. الانواع ديال الاشجار موجوده في حماد يوسف، في قرب حماد يوسف مشى الارض الخير عفوا. متتبعين مشاهدينا الكرام كيف تلاحظوا، ونحن الان نقول لكم اجواء ديال مشى الارض الخير. كيف تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في، قال شوف تي في حطت الرحال عند مشتى الارض الخير لترحب بجميع الزوار ديالو، لا من جمعيات لا من اصحاب المدارس، فمرحبا بكم. تيقول لكم صاحب مشتى الارض الخير. الى هنا متتبعين مشاهدينا الكرام غادي نهيو المباشر ديالنا، فالى اللقاء الى مباشر لاحق.